السلام عليكم ورحمة الله. جهاز رائع جدا لفحص السيارات، افحص سيارتك بنفسك، ما في داعي للورش نهائيا. اعرف عطل سيارتك بالضبط بدون ما يتضلل او تخدع من اي قبل اي انسان. افحص بهذه الوصلة العجيبة فعلا من شركة اكستول، جهاز رائع جدا راح نشوفه مع بعض. هذه الوصلة رهيبة جدا، وصلة فحص السيارات، وصلة كشف عطال السيارات انسكان، متوفر الآن لكل المستخدمين، ما في داعي نهائيا تشتري أجهزة كبيرة. هذه الوصلة بتغنيك. طبعا الوصلة هاي ميزتها عن الوصلات البسيطة إنها هاي الوصلة بتشيك على جميع أنواع السيارات، جميع كمبيوترات السيارات، مش فقط سيارة واحدة مثلا، وما بتطلب منك دفع. الوصلات كلها مثلا بتيجي تشتري لسيارة تويوتا، بعدين بتحتاج لنيسان تطلب منك مبلغ جديد، لا هذه ما في داعي نهائيا تشتريها، مفتوحة لجميع أنواع السيارات، وتحديثها الأبديت مالتها مفتوح لجميع بدون تحديد، يعني مش سنة سنتين. إذا امتلكت هذه الوصلة، إذا أنت قادر تشيك على جميع أنواع السيارات، جميع كمبيوترات السيارات، جميع الأنظمة، يعني جير، ماكينة، إيرباك، ABS، كل الأنظمة. الوصلات اللي بتشتريها بالسوق ب50 وب100 درهم هاي بتكون فقط لتشيك الكمبيوتر الماكينة فقط. هذه مسؤولين إحنا عن الكلام، تفحص على جميع أنواع السيارات إن كانت أوروبية مثل مرسيدس وبي أم وأودي وغولف وفوكس فاجن إلى آخره، أو سيارات آسيوية مثل التويوتا، مثل النيسان، مثل أي سيارة آسيوية، حتى السيارات الصينية تفحصها، والسيارات الأمريكية مثل الجي أم والدوج والجيب، كل السيارات الأمريكية هذه الوصلة تفحصها، تفحص جميع الكمبيوترات، تفحص جميع الأنظمة، جير، ماكينة، إيرباك، ABS، جميع الأنظمة بدون استثناء. بيجي معها أكتيفيشن كود، تمام، وبيجي معها كمان كيبل، هذا الكيبل مالتها، تشبكها في السيارة بالطريقة هاي، بتنزل برنامج. طبعا هذا البرنامج تبعها موجود شيكو الآن على الأندرويد، أني سكان اسمه البرنامج، أني سكان A30، أو على الآيفون كمان موجود مجاني بدون ما تدفع أي فلوس. أو حتى قلنا بعض الوصلات بتسمح لك مثلا تفحص ماكينة، بتيجي تفحص جير بقول لك لازم تدفع فلوس، بتيجي بتفحص تويوتا مثلا، بتيجي تفحص نيسان بقول لك لازم تدفع فلوس. هذه مجانية لجميع أنواع السيارات. طبعا هي بتفحص مش بس فقط تفحص وتكشف أعطال، تمسح أعطال، بتبرمج كمان، يعني اللي بده يبرمج الستيرنج الكهربائي في لوك، في بيقدر يعمل برمجة الستيرنج الكهربائي، اللي بده يعمل برمجة للجير بيقدر يعمل برمجة، اللي بده يعمل برمجة للثروتل الدواسة البترول بيقدر يعمل، بده يعمل برمجة ل غيار الزيت، للبريك الكهربائي، للكرانك شافت بوزيشن، للبطارية، لضغط العجلات اللي ظاهر عنده ضغط العجلات، طبعا تعطيك فولتية السيارة هون بالإضافة، وفيها فلاش كمان اللي لما تيجي تشبكها في السيارة، هذا الفلاش فيها، شوف هذا الفلاش فيها، فبتشبك بتساعدك انك تحدد الموقع. طلب الوصلة هذه اتصلوا فينا محل المهندس الشارقة، شارع مليحة، 0501679410، من خارج الامارات 0971501679410. اهلا وسهلا بكم.